السيدة أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله لها: ألا أعلمك كلمات تقولين هذه الكلمات عند الكرب؟ تقولين هذه الكلمات عند الكرب أو في الكرب؟ فعلمها النبي هذه الكلمات: الله 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 ربي لا أشرك به شيئا، الله 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 ربي لا أشرك به شيئا، وكانت تقولها 7 مرات 7 مرات، ولا حرج من الزيادة.